توفر به كل يعني الوسائل اللي يحتاجها الفطار. يعني الفطار يجي من محافظات زين، يعني اسباب منزليه، عوائل وجهال، وهاي ما تقدر تاخذ راحتك يعني انت الجهال زين. الفطار العفو، الفطار من يجيك، من يجيك في مكان حلو وهادئ زين، يرتاح، ترتاح حالته النفسيه، ترتاح وانت ماتين بداخلك ترتاح. ليش؟ لان قمت بالواجب. على مستوى يعني محافظه صلاح الدين مكان حلو يعني، ويجون فطار يعني من خارج المحافظه يعني يجون على هذا الكوفي، كوفي مميز يعني بالنراقيل بالعصائر الطبيعيه البي بالمكان راقي يعني. يعني يجون خطار من خارج يعني قلت لك خارج المحافظه، مو يعني بس من محافظه يعني صلاح الدين، يجون يعني يجون من بغداد، يجون من خارج المحافظات، يجون يقعدون هنا يرتاحون، يدخلون النرقيله يشربون عصير. المقهى بات يعتبر مكانا للترويح عن النفس عند بعض الشباب وتنفيس الغضب، خاصة بعد عودتهم من العمل ومواجهتهم لضغوطات الحياة العديدة، خاصة وإن الكوفي شوبات والمقاهي باتت توفر أغلب المتطلبات من أراجيل بمختلف الأنواع والمشروبات والعصائر الطبيعية. مكان جميل وراقي يعني، وخلينا يعطينا فرصه انه نلتقي باصدقائنا بعد عناء يوم طويل من العمل ومشاق العمل. يعني عندك عصائر طبيعيه بي نراقيل، انواع نراقيل بي، ماكولات همات اللي موجوده سريعه مثل الصاج والهمبرجر همات بي، وكوفي حلو هذا يعني بيجينا خطار شغلات يعني مثلا ما نقدر نقعدهم بالبيت هم ما تقدر نجيبهم هنا، كل شيء متوفر هنا يعني بهاي الصالة وبهذا الكوفي، وكل العالم يعني منطقتنا يجون لهذا الكوفي هم تني. الغازينات اللي موجودة هنا ببلد هي عبارة عن ترى متنفس الوحيد الموجود للشباب، أغلب الشباب الموجودين هنا يجون يقضون هذا الوقت لأن ما عندهم غير مكان يروح به، فهي عبارة عن نقاشات، عبارة عن ألعاب، عبارة تلقى بيها مثلا الحديث السياسي على الديني على شتي الاحاديث موجوده، هي موجوده هنا. هاي القعدات القديمه ترى يعني مثل ما نقول هي واحده من اعرافنا وتقاليدنا الموجوده احنا، وما تنسي وتبقى يعني حتلقاها بهالكازينو، تلقاها بالشارع، وتلقاها باي مكان تلقاها. ليش؟ لان هاي ترى اصاله متاصله بجذور موجوده عندنا احنا، مو بسهوله نقدر نتخلى عنها. وبحسب مذكرات الشاعر معروف الرصافي، فإن أول مقهى تم افتتاحه هو في بغداد في عام 1590 للميلاد، وكان يسمى آنذاك بمقهى خانجغان في زمان الوالي العثماني. وكانت تلعب المقاهي آنذاك دورا في الحياة الاجتماعية والسياسية في العراق.